الصحة المستدامة. سوني التناظر. مرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة جيهان عبد القادر، معنا على الخط من الإمارات مباشرة. هي الاختصاصية في الأمراض الجلدية والتجميل والرئيس التنفيذي لمستشفى الأكاديمية الأمريكية في مدينة دبي الطبية. كل الترحيب بك دكتورة جيهان، معك سنفتح هذا الملف. هل سيمكننا الجيل الجديد من كريمات العناية بالبشرة من استعادة الشباب؟ الإجابة ستكون مع طيلة هذه الحلقة في البداية مع إلقاء الضوء على هذا الملف، ومن ثم مع أسئلة وأجوبة أسئلة مستمعينا والأجوبة التي ستعطيها إيانا على هذا الرقم 00339693334. إذا كانت لديكم أسئلة للدكتورة جيهان حول موضوع اليوم أو حول أي مشكلة جلدية، فمن الممكن الاتصال بكاتيا منذ الآن. طبعا منذ سنوات تحدثنا كثيرا عن كريمات العناية بالبشرة. هناك في البداية ابتكرت كريمات تحتوي على ذرات الألماس، بعدها على مستخلص الكافيار، واليوم نتحدث عن دخول الذهب إلى بعضها، كذلك الأسيد يولورونيك أو البوتوكس إلى آخره. وأخيرا وليس آخرا، أيضا يتحدث عالم التجميل والجمال عن كريم مستوحى من حمضنا النووي، وطبعا سنتكلم عن كل ذلك معك دكتورة جيهان مجددا. أهلا وسهلا. يعني طابت أوقاتك بالمحبة، أمسي عليك وعلى مستمعينك الكرام في أوروبا وفي البلاد العربية جميعا. شكرا. أهلا فيك. شكرا شكرا دكتورة جيهان على قبولك أن تكوني معنا للمساهمة في مهمة التوعية والوقاية من مونت كارلو الدولية ومع الصحة المستدامة، ونحن بحاجة لذلك خاصة في عالم التجميل، لأننا طبعا نجد الكثير من المستحضرات في الأسواق اليوم. يعني ربما في السنوات الماضية كان عدد المستحضرات قليل، اليوم هناك ربما ماركات وعلامات. نعم، إذن ماذا نفعل؟ هل سيمكننا الجيل الجديد من كريمات العناية بالبشرة من استعادة الشباب؟ على الأقل هذه الكريمات لم تفي بوعدها بالنسبة لأمهاتنا، لأنهم كمان ختيروا. لا، ما شفنا حدا ما ختير. صحيح أكيد، بس في شيء كثير مهم يعني طرقتي ل يمكن نقطة تخليني أدخل في قصص أخرى أو أشياء من الواقع تحدث. هو الجيل الجديد مش بس اختيارا للمستحضرات اللي تمنع الشيخوخة، نعم الشيخوخة تحصل، ولكن أنا خوفي من اختيار الخاطئ، لأنه في كثير من المستحضرات تسوق بطريقة غير صحيحة خاصة مع ظهور السوشيال ميديا. فهذه نقطة كثير ضرورية، أنه عدم اتباع ما يلقى الضوء عليه في السوشيال ميديا من مستحضرات غير مرخصة أو غير معروفة أو خلطات تسمى طبيعية، وبالحقيقة قد تكون خليط لمجموعة من الكريمات اللي قد تكون غير صحية على البشرة. يعني ممكن يضاف لها كورتيزون أو يضاف لها ريتينويد بطريقة مكثفة، ممكن تعمل مضاعفات للبشرة. فمشكلة الجيل الجديد يعني شوي متهور في انسياقه للسوشيال ميديا، لأنه تمر علينا حالات كثير ومشاكل كثير نتيجة ما يعرض وما يسوق له دون ترخيص أو تصديق في الهيئات الصحية. فهذا الشيء كثير أحب ألقي الضوء عليه قبل ما ندخل في موضوعنا الجميل اليوم. شكرا لك دكتورة جيهان عبد القادر على هذه المقدمة. أنا سأتابع طبعا معك مهمة التوعية والوقاية من خلال دراسة اليوم. هذه الدراسة التي تقول التخلي عن المكياج والبرفان يعني العطر لمدة 3 أيام يقلل المواد المسرطنة إلى النصف. الصحة المستدامة. سوني التناظر.
كشفت نتائج دراسة طبية حديثة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في بيركلي الأمريكية أن التوقف عن استخدام مستحضرات التجميل لمدة 3 أيام فقط يساهم بشكل ملحوظ في تخفيض تركيزات المواد الكيميائية الضارة في الدم ويقلل المواد المسرطنة إلى النصف، والتي تنتج عن الاستخدام المتكرر لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية كالمكياج والعطور والصابون ومستحضرات الشعر والكريمات الحاجبة للشمس التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة عديدة مثل الفتالات، البارابين، التريكلوزان والأوكسيبنزون، لافتة إلى أنها تساهم في إحداث خلل ملحوظ في هرمونات الجسم، وهو ما يرفع خطر الإصابة بالسرطان والكثير من الأمراض الخطيرة خلال مراحل عمرية لاحقة. وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تكشف عن جانب مشرق في الأمر، وهو أنه يمكن للسيدات حماية صحتهن من السرطان والأمراض الخطيرة عن طريق اختيار مستحضرات العناية الشخصية بحرص وقراءة المحتويات والمواد الكيميائية التي تحتوي عليها قبل شرائها وتقليل استخدامها إلى النصف. الصحة المستدامة، سوني تناظر. إذن دكتورة جيهان، هذه الدراسة تذهب في سياق ما قلته في البداية. نعم صحيح، هذه الدراسة، وأضفت شيء جدا مهم بالإضافة إلى اللي رح أضيف على الدراسة، هو وجود مادة الفورمالديهايد اللي موجودة فيما تسمى الكيراتين والبروتين لتمليس الشعر. وهذه درجة كثير بالعالم، محذرت من عندها وكالات صحية كثيرة تحتوي على مادة الفورمالديهايد. أنا أضيفها للمواد اللي ذكرتيها، هي مادة مسرطنة أيضا خاصة للعاملات في الصالون، يعني هي مؤذية للعاملات أكثر من الشخص الذي يخضع لتمييز الشعر. طبعا لأنه الخاضع للشعر ممكن تكون تالفة للشعر، مع الأسف سميت تحت مسميات مثل البوتوكس والفيلرز للشعر. ما في شيء اسمه بوتوكس للشعر ولا الفيلرز، هي كلها فورمالديهايد لأنه هي حارقة فتعمل تمليس للشعر، ولكنها مسرطنة في النهاية. فالدراسة اللي حضرتك تفضلتي فيها دراسة حقيقية، وبالعكس نحن ندعو الناس لاختيار المكياج خالي من المواد المسرطنة لأنه هذه حقيقة للتمتع بالحياة. السلامة، دائما أنا أقول السلامة أهم من العلامة، يعني العلامة جميل أنه الإنسان يكون بمظهر جميل و إناقة جميلة، ولكن السلامة أجمل من كل شيء. أكيد، يعني ما بعرف إذا سمعتي عن المغنية أليشيا كيس يلي قررت أن تظهر اليوم من دون أي مكياج على المسرح، على التلفزيون، في كل الأماكن، وهي جميلة جدا. ما بعرف إذا سمعتي عن هذا الخبر، ربما تتبع هذه الدراسة أليشيا لها. يمكن، بس انه لا تستغني المرأة عن مستحضرات المكياج، يعني المكياج بالنهاية مهم والكل يستخدم مكياج. انا شخصيا استخدم مكياج، ولكن في انواع خالية من المواد البارابين. اكيد نعم. طبعا في مستحضرات، ولكن المبالغة احيانا غير صحيحة اكيد. وبعدين المكياج عادة يتفاعل مع اشياء معينة، يعني يتفاعل مع اشعة الشمس، اذا حط فترة قصيرة وانشال بطريقة، هذا شيء كثير مهم. مع الأسف احنا تمر علينا حالات في ناس ينامون مع بالمكياج، يعني صح، نام بالكحل وبالمسكرة وبالرموش، وهذا يؤدي إلى سقوط رموش، يعني عارفة هذه لها عواقب كثيرة. نعم للأسف. شكرا دكتورة جيهان على التعقيب الهام جدا على دراسة اليوم. طبعا نعود إلى صلب الموضوع، هل سيمكننا الجيل الجديد من كريمات العناية بالبشرة من استعادة الشباب؟ وسأطرح لك السؤال. بدأنا طبعا منذ سنوات بعيدة، أن أذكر كان هناك ماركات عالمية تبيع كريمات تحتوي على ذرات الألماس، أيضا مستخلص الكافيار. اليوم نتحدث أيضا عن دخول الذهب في بعض كريمات التجميل، الأسيد هيالورونيك، البوتوكس. ماذا تفعل هذه المواد اليوم؟ هل هذه الكريمات فعلا تساعدنا على استعادة نضارة معينة، على إخفاء تجاعيد، على محو التجاعيد؟ هل هذا ممكن؟ لا، اللي
اللي تفضلتي فيه هي كريمات كثير تجميلية وليست طبية. الكريمات اللي تحافظ على البشرة وتساعد على النضارة هي أكثرها الطبية، اللي مثل ما تفضلتي هي الهايلورونيك أسيد. البوتوكس لا زالت شركة البوتوكس تعمل دراسات حتى تصدر أو يعني they launch كريم البوتوكس، لازال قيد الدراسة، يعني لم يعلن عن ظهوره لغاية الآن. ما في كريم بوتوكس، وإن تواجد في الأسواق فهذا ليس من الشركة الأم. نعم، لا زال البوتوكس يحقن فقط، وما في إلى أي كريم نزل الأسواق. نعم، قيد الدراسة. إذن برأيك هذه الكريمات التي نجدها تحت تسمية أو في تركيبتها بوتوكس لا تصدر عن المركز الأم، عن الشركة الأم. عن الشركة الأم. نعم، اللي هي شركة ألرجان. نعم، هي المصدر الرئيسي أو المصنع الرئيسي للبوتوكس. لسه أنا كنت في الكورس اللي عندهم في لندن فبراير الماضي، أعلنوا إنه كريم البوتوكس قيد الدراسات، ولم يعني ما طلع ولا شيء عنه، يعني نعم، حتى لم تصدر دراسة للأطباء. نعم، فما في شيء اسمه كريم بوتوكس لغاية اليوم. أما الهايلورونيك أسيد نعم متواجد، اللاكتيك أسيد متواجد اللي هو حمض الحليبي. نعم، ومن أجود أنواع الكريمات أكيد. أما بالنسبة للي تفضلتي فيه ذرات الألماس أو الكافيار أو الذهب، هذه كلها تجميلية أكثر مما هي تجميلية طبية. يعني في فرق، يعني أنا لما أوصف في العيادة الكريمات للمحافظة على البشرة نتجنب هذا النوع من الوصفات اللي هي تحتوي على مواد الذهب أو مواد الكافيار، أو ممكن إحنا نستعملها ولكن لا نوصفها للناس. يعني هي مرتبطة أكثر تسويقية تابعة لشركات تجارية عالمية تجارية. نعم، أما الكريمات الحقيقية فهي مختلفة تماما، تابعة لشركات طبية بحتة تحتوي على أنواع معينة من المواد، تختلف من بشرة إلى بشرة. جدا مهم احتوائها على مواد ترطيبية، أو أنه في أشياء تستخدم في النهار، في أشياء مخصصة للليل، في أشياء فيها واقي للشمس بدرجة معينة، في مضادات للأكسدة. هذه عارفة اللي هي الكريمات الطبية اللي تحمينا فعلا من الشمس. نعم، ما هو الفارق؟ في رأيي ما هو الفارق بين الكريم التجاري والكريم الطبي؟ طبعا ذكرت التركيبة، ولكن ياريت تحكينا شوي عن التركيبة. ما هو وجه الاختلاف في التركيبة؟ التركيبة تكون خاضعة لدراسة طبية، فيها clinical study. يعني لما تجين تاخذين product طالع من شركة طبية وليست شركة تسويقية تابعة لماركة عالمية مشهورة. لا، أنا ما أتكلم عن الماركات العالمية المشهورة. الماركات العالمية المشهورة مستحضراتهم تجارية والنساء يحبوها كثير، لكنه لا يوصفها الأطباء أبدا. الكريمات اللي يوصفها الأطباء دائما تعتمد على دراسات معينة، إنه فيها clinical study، دراسة سريرية نتج عنها، ونفرض إذا الدراسة كانت خاضعة على 1000 شخص نتج عنها كذا، في كذا صار فيها مضاعفات، بعضهم استجابوا بعضهم لم يستجيبوا، خاضعة لدراسات طبية حصلت في جامعات معترف بها من قبل أطباء. نعم، وليس خاضعة لمصانع تنتمي إلى ماركات عالمية تستخدم اسمها العالمي، لأنه اسمها كثير مهم، أنتج مستحضر. الحالة هذه أنا المستحضر هذا هو مع الأسف إنه الناس مش عارفة هذا الشيء، لأنه الماركة كثير مهمة، فتلاقين الناس يلجؤون إلى شرائها لأنه فيها ماركتين عالي، ملابسهم جميلة، عطورهم رائعة. فيصير الانطباع للإنسان قد يكون كريمهم جيد، ولكن في الحقيقة لا. الكريمات التجميل والعناية بالبشرة ومكافحة الشيخوخة يجب أن توصف عن طريق طبيب بعد فحص البشرة. وأنا جدا أؤكد على هذا الموضوع، لأنه الناس تعتقد أنه ممكن أي طبيب يوصف كريم عشوائيا. يعني حد في أستراليا
وأنا في دبي يقول لي دكتورة وطفي الكريم ليلي لإزالة التجاعيد. هذا مش صحيح لأنه ويحصل كل يوم تأكدي. العمر يلعب دور كبير، المشكلة تلعب دور كبير، أو طبعا العمر ولا أقصد عمر الإنسان ولا، وإنما أقصد العمر البيولوجي للمشكلة، يعني كم عمر الجلد اللي أنا المفروض أفحصه عشان أكتب له، هل في إكزيما، هل في حساسية، هل في أمراض أخرى مثل الوردية، هل في أمراض عضوية، هذه كلها تلعب دور كبير، هل السيدة حامل، هل السيدة ترضع، هذه كلها تلعب أدوار كبيرة. دكتورة انتقاء الدواء. دكتورة جيهان، إذا كانت هذه الكريمات التجارية غير نافعة ونحن نشتريها بمبالغ كبيرة، أنت تعلمين أن البعض منها يصل ثمنه إلى 300 دولار أو 300 وأكثر. يورو وأكثر، يعني خلينا نكون بالسعر الوسطي، كيف تفسرين الإقبال الدائم على شرائها؟ يعني نحن نرمي المال من النافذة. التسويق نعم للشركات الكبيرة هذه نعم. عقدة الماركة عند الإنسان، الماركة عارفة نعم، هل لها مصطلح آخر؟ هل أنا قاعد أقولها صح؟ إنه الشركات الكبيرة لها أسامي متداولة ومعروفة نعم. فمثل ما ذكرت إنه لأنهم ينتجون ملابس جيدة وشنط حلوة ونظارات جميلة، فهي فكرة المستهلك إنه لأنها شركة عالمية فأكيد نافعة، فهي نافعة. وطريقة عرضها، طريقة المعارض اللي طريقة اللي يعرضون فيها الدعايات والمعرض، لما تدخل المعرض عشان تشتري عطر مثلا نعم، حتلاقين من نفس ماركة العطر في كريمات، في في بوكسز شكلها رائع وجميل، يعني ذهبي وذهب وفضي. فيعتقد المستهلك انه غلاء السعر مرتبط بالجودة، وهذا مش صحيح. نعم، يعني كل هذا يلعب على والأجود. نفسية المستهلك بالضبط انه هذا غالي لازم يكون كويس، هذا العلبة كثير. طب شو رأيك انه بعض الشركات الكبيرة يستهدفوا المستويات المختلفة، يعني او الطبقات المختلفة، تلاقي نفس المصنع يصنع البرودكت بعلب جميلة ويضعها في المتاجر غالية الثمن، ويصنع نفس البرودكت ونفس المستحضر في أنبوبة رخيصة الثمن ويحطها في السوبر ماركت، والمحتوى نفسه. في الحالة هذه يستهدف كذا طبقة في المجتمع. الطبقة الثرية راح تشتري البوكس المذهب، والطبقة متوسطة الدخل راح تشتري البرودكت اللي موجود في السوبر ماركت رغم انه المحتوى نفسه 100%. نعم للأسف طبعا حقيقة هذه. نعم نعم انا اعلم انه هذا حقيقة. دكتورة جيهان، نواصل معك ولدي سؤال يلا علي. هناك اليوم كريمات جديدة وصلت إلى الأسواق تتكلم عن جودة ونوعية عالية لأنها مستوحات أو تصنع انطلاقا من الحامض النووي للشخص الذي سيستعملها. هل هذا ممكن؟ هل هذه الكريمات مفيدة؟ هل هذا هو فعلا الجيل الجديد الذي سيمحو التجاعيد؟ نعم صحيح هذا الكلام، وهذا آخر ما توصل إليه العلم. هنا ما في غش، هنا الموضوع هذا سليم وآمن 100%. رغم أنه الذهاب إلى الطبيب ومناقشة المشكلة معه أيضا آمن إذا اختار بطريقة صح، ولكن نعود إلى ما ذكرت الـ IDDNA. هو برنامج حديث جدا يحلل الخريطة الجينية للشباب. كيف يعني؟ شو أنا أقصد في هالموضوع أو هذه العبارة؟ هي عبارة عن عينة تؤخذ من لعاب الإنسان نعم،
ويبعثها الطبيب، طبعا لها شروط معينة، في بعض المعلومات ناخذها من الإنسان نفسه، العمر، نوعية الأكل، ظروف معينة في حياته، واستمارة يملاها الإنسان، ويتأخذ العينة من اللعاب، تحتوي العينة على حفظ الDNA، ونبعثها للمختبر المسؤول عن دراسة هذا الحمض بالتفصيل. وبالحالة هذه بعد فترة تقريبا بحدود 3 أسابيع بعد ما يقوم المختبر بدراسة وتحليل حمض الDNA للشخص نفسه، يضع خطة علاجية مصممة بالكامل بشكل حصري لكل إنسان. نعم. المفروض أنها تلائم كل الظروف اللي ذكرت بالاستمارة، تلائم القراءة اللي حصلوها في المختبر، وبالحالة هذه تساعد الإنسان في تحقيق أهدافه حتى يكون متمتع بمظهر جميل، تعوض عن كل النقص اللي موجود اللي حصلته الدراسة أو التحليل. وحتى طبعا هذا ينطبق على الكريمات، وطبعا في ناس يعملوا الكريمات عشان انها تصنع لهم، ويعملوا نظام غذائي يستمتعوا فيه عشان تكون الصحة السليمة في الجسم السليم. نعم، هذا السؤال كنت أود أن أطرحه عليك، هل يجب مع الكريمات المفيدة الطبية وليس الكريمات التجارية أن نستعمل مكملات غذائية يعني تغذي من الداخل جسم الإنسان، خاصة عندما نتكلم أنه التجاعيد مثلا ناجمة عن الشوارد الحرة راديكوليب، ماذا نفعل؟ هل يجب أن نكمل عمل الكريم الطبي أيضا من خلال مكملات غذائية نتناولها؟ شخصيا أنا لا أؤمن بالمكملات الغذائية إلا إذا كان في نقص في شيء معين في الجسم، نقص الحديد، نقص في فيتامين معين. ولكن حديثا مثل في الأسواق مكملات غذائية كثيرة، يعني خاصة حاليا الكولاجين، الزفاند، يعني تلاقين في كل مكان دكتورة ناخذ السيراب ولا ناخذ الباودر ولا ناخذ التابلت. صح. وهي مش مضرة، هي مش مضرة، يعني ما فيها، لم تثبت أي دراسات أنه فيها ضرر، فقط للجيب دكتورة لأنه سمانة مرتفع أيضا. أيوة، ما هم مع الأسف أنه الشركات يستغلوا اهتمام الإنسان في نفسه. نعم. في كل شيء صراحة. صح. هي ليست مضرة وليست غير نافعة، ولكن أنا لا أستطيع أن أقول أنه هي نافعة بقدر نفع الفيلرز، أو مثلا هي تساوي عمل أوفر النظارة، لأن هي للنظارة. نعم. فأنا يعني أخبر الناس، يا ناس فيكم تأخذوا الكولاجين يعني كهايلورونيك أسيد، أخذوا دايركت في البشرة أوبر النظارة، ليش تأخذينه بشراب وكل صباح؟ وحتى الامتصاص مش سهل فيه لأنه ذراته كبيرة. في دراسة تقول أنا عندي إن هو مش مضر، في دراسة تقول يعني أنا أعطيها في حالة إنه شخص ما يقدر يستعمل أوبر، رجل مثلا أو شخص مشغول كثير، أو امرأة لا تستطيع أن تأخذ أوبر في وجهها نتيجة أمراض معينة يأخذيها ممكن. في ناس لا تؤمن بالتقنيات هذه. المكملات الغذائية يعني يمكن أنتقي الحالة عشان أعطيهم إياه، بس هي يمكن مش مضرة، ما يتواجد في الأسواق ليس مضر ولكن ليس نافع كثيرا يعني. نعم، شكرا دكتورة جيهان عبد القادر. آخر سؤال لكي نختم الجزء الأول، هل تبقى حقن البوتوكس والأسيديولورونيك يعني كل ما نستعمله من مواد مالئة والجراحة التجميلية الحلول النافعة الوحيدة لاستعادة الشباب؟ للاستعادة نعم، ولكن للحفاظ أنا ما أستغنى عن وضع المستحضرات أحيانا لمرضاي لما يكونون عندي في العيادة، يعني ونفرض أنه هي عملت فيلرز. نعم. الحقن المالئة. نعم. جدا ضروري أنه أنها تحافظ على ما فعلت باستخدام واقي الشمس. واقي الشمس أنا عندي أهم
كريم محارب للشيخوخة، لأن الشمس العدو الأول للجلد، سواء كان كخطر كأشعة مصربنة أو كأشعة تساعد على شيخوخة مبكرة، ممكن تعمل تجاعيد بكل سهولة خاصة مع التكرار. فأنا لا أستغنى للحماية اليومية لا بالسان بلوك ولا بالأنتي أوكسيدنت ولا بالمرطبات، لأن البشرة إذا ما ترطبيها الترطيب الكافي ممكن تعمل مسامات كبيرة، والمسامات عدو المرأة والرجل. وأكثر الشكاوي اللي تكون من عندكم دكتورة، أنا مساماتي كبيرة صح. لما تجين تدخلين في تاريخ الإنسان هذا تلاقينا ما يرطب البشرة أبدا، لأنه يعتقد أنه ترطيب البشرة مرتبط بإفراز الدهون من المسامات، وهذه مش حقيقة، لأنه البشرة تصبح تفرز دهون إذا ما فيها ترطيب. أنا لا أستغني، الكريمات هو حماية يومية، أما الحقن الماء المالئة فهي علاج مرتبط بفترة معينة، أما العمليات الجراحية فهي علاجات شبه دائمة جذرية جذرية. فحسب الحالة، يعني هو في النهاية كله مهم يا سنيتا، انتقاء الحالة، انتقاء العمر، دراسة الموضوع، الاستماع إلى شكوى الإنسان. صدقيني يعني أحيانا حتى لما تدخلين بالتاريخ الخاص في الإنسان، بالحالة الاجتماعية، بيومياته، بحالته النفسية، أنا أدخل في هذا الموضوع مع الناس، لأنه لما تسمعين مشاكل الناس يسهل عليك أنه تختاري العلاج الأول. شو هو العلاج الأول في حالته؟ قادرة على العملية، قادرة على التقنية، قادرة على استخدام كريم، شو ظروفها، أي ساعة تشتغل، أي ساعة تصحى. في ناس أنا يمرون علي ناس يبتدي نومهم ساعة 9 الصبح، يعني طول الليل صاحية سهرانة، وتكون ما يعني تكون بالبيت ما عندها شيء، بس إنه تودي أولادها المدرسة وبعدين تنام وتصحى بعد ما يجي الأولاد من المدرسة. يعني الساعة البيولوجية upside down، مضطربة مضطربة جدا. فدراسة التاريخ اليومي للإنسان جدا جدا ضروري في انتقاء التقنية المناسبة. فكل شيء مهم، ما في شيء مش مهم. نعم، شكرا جزيلا دكتورة جيهان عبد القادر على إلقائك الضوء على ملف اليوم. هل سيمكننا الجيل الجديد من كريمات العناية بالبشرة من استعادة الشباب؟ وطبعا فهمنا هذا الموضوع. شكرا لك على كل المعلومات القيمة التي أعطيتنا إياها، وذكر بأنك اختصاصية في الأمراض الجلدية والتجميل والرئيس التنفيذي لمستشفى الأكاديمية الأمريكية في مدينة دبي الطبية. ألف تحية لك مجددا من باريس إلى دبي. نعود إليك مع أسئلة مستمعين على هذا الرقم 00339693 3314. إذا أردتم طرح الأسئلة مباشرة على دكتورة جيهان عبد القادر فمن الممكن الاتصال بكاتيا سعد منذ الآن. شكرا كاتيا. أيضا من الممكن الكتابة إلينا برسائل على رقم الواتساب التالي 00336072949972، وهذا الرقم أيضا موجود على صفحة الفيسبوك التي تستطيعون أيضا وضع أسئلتكم عليها، كما فعل بعض مستمعينا منذ أن أعلننا عن حلقة اليوم. كل التحيات لكم من ميكائيل، فيكتور، كاتيا وأنا ودكتورة جيهان. عودة إليكم بعد قليل. الصحة المستدامة سوني تناظر. أرحب بكم مستمعينا في حلقة اليوم مجددا وفي الجزء الثاني منها، ورحب مجددا بضيفتي العزيزة معي الدكتورة جيهان عبد القادر من الإمارات من دبي مباشرة. هي الاختصاصية في الأمراض الجلدية والتجميل والرئيس التنفيذي لمستشفى الأكاديمية الأمريكية في مدينة دبي الطبية. مجددا أهلا وسهلا بك دكتورة جيهان. سنأخذ اتصالات مستمعينا الآن. أول اتصال يأتينا من محمد من موريتانيا. ألو محمد. ألو، اهلا، مساء الخير محمد. مساء النور. طبعا نسمعك، ساطلب منك ان تطرح اهم سؤال عندك، تفضل لان الوقت ضيق. تفضل. اهم سؤال عندي
تفضل. ألو، إذا أهم سؤال عنده غير موجود. شكرا محمد على اتصالك بنا، تحياتنا لك. سننتقل إلى سوريا الآن مع سونيا. ألو سونيا. ألو، مساء الخير سونيا، كيفك؟ مساء النور يا هلا أهلين، سعيدة جدا باتصالك. تفضلي دكتورة جيهان، عم تسمعك. تفضلي يا سونيا. أعتقد أن هناك مشكل في الخط، لأنه هذا الخط الثاني الذي يقطع. لاحظ لنا دكتورة جيهان، حظنا كبير أنه استضفناك اليوم، ولكن هناك مشكلة في الخطوط، فعندما يهم الشخص بالكلام ينقطع الخط، ماذا يحدث؟ سننتقل إلى وكيل من الإمارات. ألو وكيل، على أمل أنه يبقى معنا وكيل. ألو وكيل. ألو، مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. كيفك سونيتا؟ سعيدة باتصالك فينا، أول مرة بتحكينا؟ لا حكيكي قبل كده، حكينا عذرا، أنا ذكرتي مش كتير منيحة. إذا أهلا وسهلا فيك، ودكتورة جيهان عم تسمعك، تفضل. ومساء الخير على دكتورة جيهان. مساء النور يا وكيل، على كل المستمعين. شكرا، أهلا وسهلا فيك، تفضل. الله يسلمك، الله يسلمك سونيتا. أنا سؤالي بحكم وجود إقامتنا، إحنا مقيمين هنا في الإمارات. نعم. أنا من مصر، مقيم في الإمارات. أهلا. من فترة طويلة، طبعا عملي في فترات طويلة بكون في الشارع، عرفت كيف؟ نعم، في الشمس يعني. صحيح أن الجسم أو البشرة أو الإنسان بيحتاج لقليل من الشمس، بس مو بالكثرة اللي احنا بنتعرض لها في الجو اللي احنا عايشين فيه. نعم، يعني عملك في الخارج، أنت تعمل في الخارج؟ لا، بتنقل في الخارج، يعني من السيارة بروح يعني براجع بعض الأماكن، الدوائر الحكومية. نعم. فبتعرض للشمس، أكيد. نعم. بتعرض للشمس. نعم. فبحس ان حتى بتاثر على 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 نظري وعلى البشره. نعم. فهل في شيء او علاج ضروري يعني او مهم يعني يساعدني على هذا؟ لان انا سني مثلا فوق ال 50 الحين، دخلت في ال 50 او 51. عمر كله. الله يسلمك، الله يسلمك سنين. فحاسس ان بشرتي تغيرت، وجهي بشرتي تغيرت. نعم. فشو العلاج المناسب او الشيء اللي الكريمات او الشيء اللي ترطب البشره؟ نعم. دكتوره جيهان بدها تطرح عليك سؤال على ما اعتقد. تفضلي دكتوره. لا هو انا بس اريد اوضح شيء، هي الشمس وحده في يعني اشعه الشمس وحده في كل مكان، يعني سواء انا عارفه انه جو الامارات جو او في الخليج بصوره عامه حراره الشمس قويه، احنا في 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 الجلد نتعامل مع اشعه الشمس، هو مفهوم خاطئ انه لانه الاجواء صافيه فاشعه الشمس تكون مؤذيه للبشره اكثر. للعلم انه اشعه الشمس في الدول الاوروبيه لانها عموديه مؤذية وخطرة على البشرة أكثر من الشمس في المناطق العربية. عندك فكرة عن هذا الموضوع؟ يعني هو كل ما هنالك إنه في الغرب في غيوم وفي أمطار، الحالة الطقس مختلف، فلا تظهر الشمس بالحرارة اللي موجودة عندنا في بلادنا العربية أو في الخليج، ولكن أشعة الشمس واحدة. في شيء يميز الجلد الشرقي بصورة عامة، إنه أنت عارف تقسيمة الجلد مقسومة إلى ست أنواع، اللي هي فيتشباتريك، شخص اسمه عالم اسمه فيتشباتريك من سنين قسم الجلد إلى ستة أنواع، لذلك البشر إحنا كأطباء نستعمل التقسيمة هذه اللي هي ست أنواع في حسابنا للمشاكل الجلدية، في علاجنا للمشاكل الجلدية. الواحد، مش هطول أنا عليك ولا على المستمعين، الواحد اللي هم البيض كثير، والاثنين أقل، وثلاثة اللي هم البحر المتوسط، الأربعة هم الغالبية اللي يكونون في الخليج وفي مصر، إلى أن نصل إلى واحد اللي هم سوري نصل إلى ستة اللي هم الألوان الغامقة، اللي هي تكون عادة محمية أكثر لحماية الجلد من الأشعة المسرطنة الموجودة في أشعة الشمس. فاللي أحب أقول لك هي أنه الشمس واحدة في كل مكان،
اللي تتعرض لحضرتك حرارة أكثر مما هو أشعة. نعم. الشيء اللي يحميك طبعا أشعة الشمس تعمل شيخوخة مبكرة إذا كان في تهرب بانتظام. الشيء الوحيد اللي ممكن تعمله أنه تستخدم واقي الشمس مع مرطب مثل ما ذكرت. والشيء الآخر أنك تحتمي في أماكن يعني ممكن تحمل مظلة أو تحتمي في أماكن لها غطاء معين عشان ما تصير تصبغات جلدية. فما تخاف، أنا أحب أطمنك إنه الأشعة في كل مكان، بالعكس هي غدارة أكثر في 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 أوروبا. يعني عندكم أنتم في باريس الأشعة الشمس غدارة يا سنيتا. نعم أكيد. يمكن أكثر وضوحا. نعم. في الخليج. نعم، والبشرات هنا بيضاء غير أيضا مستعدة لتلقي الشمس. لأنها بيضاء لذلك تلاقين نسبة سرطان الجلد بعيد الشر عن المستمعين. نعم. في منطقة أوروبا أكثر بكثير من هنا. نادرا ما نشوف حالات سرطان جلدي في الخليج أو في الوطن العربي. نعم، مرتفعة أكثر. إذن أنا أمل مرتفعة طبعا. نعم، شكرا دكتورة جيان على هذه الإجابة أكثر من واضحة طبعا. وكيل أشكرك على اتصالك بنا وأمل أن تكون الإجابة أفادتك. شكرا لك على اتصالك. نواصل ونأخذ اتصال من سونيا من سوريا. ألو سونيا. ألو مساء الخير سونيا. مساء النور أبنيني. هلا. شكرا دكتورة جيهان. أهلا يا سونيا. أهلا مرحب يا هلا دكتورة. عندي بس سؤالي كتير مهمين بتمنى تجاوبيني، يعني لأني أنا بعرف كثير. أنا عمري 48 سنة بس في بيضاء، وعندي بعد تلف في جبيني طويلة بعد تلف. طبعا أنا بدي سؤالك، يمكن كل دكاترة سوريا شافوني. في نعتبر التحسن لحتى 50%، يعني بترجع بس تعرض للشمس وتكون حاطه واقي بترجع بتبين بقعات التلف. فما بعرف اسمه تلف عميق وما عم بحصل على نتيجه. مؤخرا من شهرين حطيت كريم اسمه فيتار، غالي كثير صراحه، يعني ادويه التلف كثير غاليه. كمان ما بعرف، مجرد حصلت على نسبه قليله انه ما بقى تبينت، بس رجعت للشمس تبينت البقعه. فما بعرف يعني يا عم بدي اشرب انه خلص هي التلف ما له علاج نعم يا سوني، في عوامل محيطة في الإنسان هي اللي تظهر الكلف. أكيد في أسباب وفي نفس الوقت عوامل. الهرمونات تلعب دور كبير في إظهار الكلف، سواء كان علاج هرموني أو تغيرات هرمونية ناتجة من علاج معين، أو من أحيانا في فترة الحمل ممكن يصير كلف عند السيدات وهذا شيء طبيعي. ألو نعم نسمعك دكتورة. أيوة. أكيد في أسباب أخرى تصير أحيانا نتيجة استخدام مواد خاطئة مع التعرض لأشعة الشمس بطريقة كبيرة، مثل عطور أو كريمات معينة تتفاعل فتترك آثار وتعمل كلف. علاج الكلف دائما أنا أعيدها دائما وباستمرار هو تحدي لكل طبيب. الكلف مشكلة بسيطة جدا ولكن كثير مزعجة، علاجها ليس بالسهولة أبدا. وحديثا حتى أنه الكلف العلاج بالكريمات ليس حتى كفاية، لأنه إذا كان الكلف أنواع، ممكن يكون عميق ممكن يكون سطحي ممكن يكون الاثنين مع بعض. إذا كان عميق فأنت تخيلي كيف ممكن الكريمات تصل إلى الطبقة العميقة من الجلد. لا يمكن. الكريمات تتشربها البشرة بطريقة نسبية جدا، تصل إلى طبقة سطحية جدا من الجلد. فإذا كانت عندك إياها عميقة فلا يمكن الكريمات تتشرب وتصل إلى الطبقة هذه. لذلك العلاج مختلف هنا. العلاج لا طبعا يحسب حسب الحالة. أنت شفتي أغلب الأطباء في سوريا وأحسن أطباء الجلد أساتذتنا موجودين في سوريا أكيد والنعم فيهم. نعم. إذن ما الحل دكتورة جيهان؟ أنا في الحال هذه أعالج ببعض الحقن المباشرة على الجلد،
لأنه حديثا لا أعرف عن أوروبا طبعا، وأنا ممكن أتكلم عن منطقة الشرق الأوسط، في أوبر تستخدم في الوريد تحتوي على مادة الجلوتاثيون. أنا أقولها أقول أنا دائما أتجنب أسامي الأدوية يعني، ولكن هذه بالذات أقولها يعني لأنها هالكة ومدمرة للكبد. يستخدموها بعض الناس اللي بلا ضمير، غالبيتهم غير أطباء. نعم. تكون مصدرة من الدول الآسيوية بصورة عامة من أجل التجارة، تباع في صالونات أو في بيوت أو في دكاكين وليس في أماكن صحية. نعم. مزيلة تماما، مزيلة تماما للتصبغات الجلدية سواء كانت في البشرة أو في الجسم، ولكنها هالكة للكلى وهالكة للكبد، وممكن تؤدي إلى عواقب سيئة جدا. تؤخذ في الوريد أو في العضل، بس أنا أكرر على هالنقطة. نعم. فأنا يعني أستثني هذا الموضوع. أنا أحقن بالنسبة لحالة سونيا، أنا أحقن مباشرة في الجلد لبعض المستحضرات المساعدة على علاج الكلف، لأن الحقن ممكن تصل عميق إلى منطقة إذا كان العمق الكلف عميق في الطبقات العميقة من الجلد. فممكن حقنها مباشرة، ممكن تكرر الجلسة يعني كل شهر ممكن نعمل جلسة كثير تساعدنا على نتائج. في أطباء يتجنبوا الليزر، يعني يقول لك الليزر أحيانا من أسباب الكلف. أيضا هنا انتقاء الحالة، يعني هي جلدها أبيض مثل ما ذكرت، أنا في الجلد الأبيض أنتقي هذه الحالات ونعمل لها ليزر، لأنه ممكن الليزر يصل إلى عمق معين من الجلد. نعم. ممكن يساعدنا على علاجها أيضا. عذرا دكتورة جيهان قطعتك، ولكن لدينا بعد اتصالات كثيرة ويجب أن نستعجل. هل لديك نصيحة أخيرة لسونيا قبل أن ننتقل إلى محمد من موريتانيا؟ تفضلي. لا تيأسي يا سونيا، لازم تظلين تستخدمين واقي الشمس وعلاج، لأن الحياة جميلة بلا تصبغات. نعم، شكرا جزيلا دكتورة جيهان. نواصل معك سونيا، إذا أردت التواصل مع دكتورة جيهان خارج الهواء فمن الممكن أن نعطيك طريقة التواصل معها. أنا مستعدة لتسريع الوقع الآن بشكل سريع. دكتورة جيهان هل أنت مستعدة معي؟ محمد من موريتانيا يتصل بنا. ألو محمد، السلام عليكم. أهلا وسهلا فيك يا محمد، عذرا منك. أيضا أحاول منك أحاول أن أطرح السؤال بشكل سريع ونحصل على إجابة سريعة من دكتورة جيهان. تفضل. على تحية مسائية عطرة. شكرا لك أنت. ما مدى مصداقية المقولة المشهورة البياض نصف الجمال، التي انطلقنا منها معظم النسوة البحث عن الجمال عن نصف الجمال الدائم، حتى دفع عنهن إلى استخدام واستعمال المواد المبيضة التي لها أضرار ممكن أن تكون جسيمة؟ نعم، يعني تسأل عن أضرار المواد المبيضة للبشرة. شكرا لك محمد. إذن دكتورة جيهان تفضلي بشكل سريع، أيضا لدينا جواد ينتظر. تحدثت عن هذا الموضوع لسونيا. صح. الحقن في الوريد والهذي ضارة وخالكة جدا، صحيح هذا الكلام؟ والكريمات المبيضة هل هي خطيرة؟ إذا مرخصة من قبل الهيئات الصحية ومصدقة من قبل وكالة الغذاء والدواء فهي ليست خطرة. نعم. أي شيء يباع في غير الصيدليات خطر. نعم. إذن أي شيء يباع في الصيدليات غير خطر. نعم. باختصار. نعم، شكرا جزيلا دكتورة جيهان. شكرا محمد من موريتانيا. جواد يتصل بنا من السعودية الآن. ألو جواد. ألو ألو جواد، مساء الخير. إذن ربما انقطع الخط مع جواد مجددا. سنأخذ الأسئلة التي طرحت على صفحة الفيسبوك لضيق الوقت. لدينا إذن سؤال أول من رشيد، يقول سونيتا عندي كيس دهني في فخدي فهل أتجاهله؟ اسألي الدكتورة، مع العلم أنه لا يؤلمني، هل تنصحني الدكتورة بإزالته أم لا؟ طبعا نعم، أنصح بإزالته للتعرف على نوعه ويبعث لمختبر عشان يشوف إيش تركيبته.
نعم، شكرا دكتورة جيهان. شكرا. طارق أيضا يسألك عن التطور الجديد في علاج الحروق من الدرجة الثانية. ناو أنا إذا كان ما أعرف شو قصده، إذا كان حاد ولا إذا كان كرونيك اللي هو مزمن فيما بعد. ناو إذا كان مزمن ممكن أفيد أنه يعالج حاليا بالخلايا الجذعية اللي هو في الستنسل، والستنسل موجودة في التجمعات الدهنية اللي موجودة في جسم الإنسان بالدهون الذاتية بالأحرى، تستخلص وترسل إلى مختبرات خاصة لاستئصال الخلايا الجذعية على مدى 6 أسابيع، ومن ثم إعادة حقنها مرة ثانية في أماكن الحروق تؤدي إلى نتائج جميلة. شكرا دكتورة. آخر اتصال نأخذه من عوض من السعودية. ألو عوض. أهلا وسهلا. أهلا، مساء الخير، كيفك عوض؟ مساء الخير، مساء النور، الله خليك. مساء الدكتورة. شكرا دكتورة، عم تسمعك، تفضل. صراحة اليوم الدكتورة خوفتنا اليوم بأمراض السرطان والحاجات دي، لكن يلا كويس ان عرفنا حاجات كثيره. نعم. سؤالي الدكتور هو بالنسبه لكريمات الشعر، برضه تدخل من ضمن المواد المسرطنه دي كريمات الشعر؟ انا كنت واضحه جدا، قلت البروتين والكيراتين اللي موجود في الصالون عشان الناس ما تخاف، تحتوي المواد المملسة للشعر وليس الكريمات العادية. الكريمات العادية اللي موجودة في الأسواق ومصرح فيها المفروض ما فيها شيء. أنا تكلمت عن الكيراتين اللي يحتوي على الفورمالديهايد. أنا خوفت من الشمس. ليش خفت من الشمس؟ خبرني. أي دكتورة، يعني بالنسبة للمكياج، ومن المكياج بناتنا تعرفين بالخليج حنا كل اسبوع بس عفوا التجميل والحاجات دي. الريبورت حدد انه في مواد معينه. احنا ممكن نذكر المواد على صفحه الفيسبوك سونيتا عشان الناس تكون واضحه. واضحه في اختيار المستحضرات والمكياج حتى ما يكونوا خايفين، لانها ليست موجوده في كل انواع المكياج. كثير من ماركات المكياج لا تحمل هذا النوع من المواد المسرطنة، بس عشان تكون مرتاح. نعم، يا ريت دكتورة جيهان نحن نطمع في كرمك، يا ريت تذكري لنا المواد المسرطنة الموجودة في بعض مستحضرات التجميل، نضعها ربما تضعينها في بيان صغير على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. حاضر. شكرا جزيلا. حاضر، أبوضحها إن شاء الله. بس لا تخاف يا عوض، لا تخاف، الشمس حلوة ومهمة. شكرا، شكرا لك دكتورة جيهان، أشكرك كثيرا على كل هذه المعلومات الهامة التي أعطيتنا إياها في حلقة اليوم. هناك أسئلة كثيرة لم أستطع طرحها اليوم، أعتذر من مستمعين الذين كتبوا إلينا على صفحة الفيسبوك أو على رقم الواتساب أو الذين حاولوا الاتصال بنا. وقت البرنامج انتهى. دكتورة جيهان عبد القادر أشكرك كثيرا. شكرا يا سونيت، استمتعت معكم كالعادة. نحن أيضا استمتعنا، عذرا لأنه هيك سرعنا الوقع في النهاية، ولكن لكي يستطيع الجميع الاستفادة من نصائحك. نتمنى أن نلتقي بك مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله. أنا أتمنى اللقاء وأكيد دائما معكم. شكرا لاستضافتك. شكرا دكتورة جيهان عبد القادر، وذكر بأنك اختصاصية في الأمراض الجلدية والتجميل والرئيس التنفيذي لمستشفى الأكاديمية الأمريكية في مدينة دبي الطبية. شكرا لفيكتور في قسم هندسة الصوت والإخراج، لميكائيل الذي أشرف على الهندسة، لكاتيا سعد في قسم التنسيق. كل التحيات إلى مستمعينا أينما كنتم، نعود إليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. أما غدا ويوم السبت والأحد